عليكم لا فامي، كي درتو لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان وبصحه مزيانه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. واخيرا جمعت البنات رانيا ومعنا فاطمه زهراء. دي واقيلا اول مره غادي تباني معايا في لاشينيه فاطمه زهراء. لا المهم نساوك الناس، هذه هي بنت اختي وهذه دعاء، هذه العود القمري. الله خوتي ماشي اللي غادي اختي. حيت قالت البنت خالتها انت هي طويله دايره بحال عود القمري، وهذه هي اللي كنسميو عليها الغليظه حيت ما كتقلاش كنقولوا لها الغليظه. ياك رانيا ما كتقلقيش. المهم الزيت الريط ما عرفتش شكون كتقولي. المهم الغزاله ديالي اليوم، الغزاله ديالي وحتى الدراري حتى نتوما فهمتوها، داكشي كيجي عقب الغزاله ديالها. البوكوسون اش كنقولوا لهم؟ البوكوسات ديالي والبوكوسات ديالنا. المهم فيديو جديد اليوم، جمعت البنات باش نصور واحد الفيديو اللي انا عارفه باللي غيكون حمق وغيسطيوني وغيهبطوا لي طونسيون وطلعوا لي السكر هما غيديروا ليا اليوم واحد النهار. المهم البنات اليوم غادي نكون ام لثلاث بنات. اليوم غادي نكون انا ماماهم، حمقوني بعدا ماما والملحه والسكر. اول حاجه غادي نبداو بها هما، راه جاو تبارك الله صانع بلابس الحويجات هم ياكو، اذا هناوني لواحد حاجه ما نبقاش نبدل ليهم وندوز على هذه كل وحده فيهم في دارها وداك الشيء. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نمشي نشط ليهم شعرهم. اليوم غيكون النهار ديالهم، اي حاجه بغاو ما تصروش عليا، اي حاجه بغاو غادي يعني نلبي لهم الطلب. اول حاجه غادي نديرو هي غنمشي نشط ليهم. انا ادير لي بوبوسات، انا ادير لي تفرش من هنا صافي. انتيا بحالها فانتي تفرش من هنا. يلا نبدا. المهم انا ساليت بنياتي المشيطات، انا درت بحال دعات هادي مخاصمه معاها. دابا بنتي الكبيره مخاصمه مع بنتي الصغيره، وبنتي المتوسطه كتجي معاهم بجوج دعاء ظريفه. انا دعاء هي اللي عزيزه عليا. انت فاطمه زهراء زوينه عم خاصمين دابا مخاصمين. علاش ضربات بويا؟ ضرباتني على التورتي قعدت فيا السوسه، حيت فيها السوسه ما فيها والو. لا قلت لها حلي فمك حلاش لقيت عمرها السوسه، قلت لها ما بقاش تاكل الحلوى خاصك تكاع معاها صافي. علاش تقولي مخاصمة معاها؟ ما دابا عاوتاني في داري صافي ماشي مشكل عادي، اختك الكبيرة يا رب شكرتك والو. المهم دابا غادي نمشيو نفطرو. دابا الكوزينة باش نوجد لهم الفطور، ها بنياتي جالسين كيتسناو فيا. عندي لهم واحد الفكرة هربانة، غنعطيهم واحد الفطور أول مرة غادي يذوقوه، وبغيت نشوف الرياكسيون ديال كل وحدة فيهم كيفاش غادي تكون. المهم عندي هنايا شي حويجات اللي ما جربتهمش في الفيديو اللي قبل، وغادي نجرب لهم هذا هذا، وغادي نشوف يعني رقة الفيع ديالهم كيفاش غادي تكون. باقي عندي هادشي راه ما كملتوش، باقي عندي بزاف ديال الحويجات حيت هادو متبعين بزاف داكشي ديال كوريا وداكشي يعني كيتفرجوا فيهم بزاف، وبغيت نعطيهم يذوقوا هاد الماكله الكوريه ونشوف شنو غادي يقولوا. هذا شاي بالحليب، فيه بزاف ديال التويشيات الداخل بنكهه ديال الفريز والحبيبات ديال الكوك. المهم درت الماء كيسخن هي الاولى، وعاد غادي يعني نكب عليه الماء سخون هاد الساشي. هادي هانتوما هذا شاي بالحليب، غنوريكم هادو هاد الحبيبات ديال الكوك كيفاش دايرين. شوفو ليا شتوهم، واو واو. المهم دابا غادي نجربو هاد الشاي بالحليب بنكهة الكوكو والفريز. فهمتو شي حاجة؟ لا البنات شوفي، اول حاجه غادي نبداو بها البنات ديالي تبارك الله عليكم مؤدبين صبابين. غادي تبداو بهذاك الشيء هو الاول، هذا هو الفيديو الاول. بدا انت فاطمه الزهراء الاولى باش نشوفو سخون، زغمي غير شويه عندك تحرقي ونشوفو كيفاش غادي تكون رده الفيع ديالها شويه. باقي ما داكش شويه هبطي هذيك اللعيبه هكا، لا بلا ما تحس هاكا كسير شتادي طفي، مازال ما وصلتي. كلاش هادوك كي جاي؟ واه روح قليل الغاضي. عطي الدعاء، عطي الدعاء، عطي الدعاء. ماشي من بي تي اس، شويه سخونيه
سيري نشوفو شوفوا له يلاه حشيه بحال هذيك ببارو اي ريحه واعره البنات ريحته خطيره دقتو ما بغيتش نقول اليوم ردد البيع ديالي واعر ياك شويه عليك راني بشويه عليك حشيه غير غمات عجبك دخوا لي هذوك السيجارات الغزنيين كل واحدة فيكم تهزوا وحده وتقول لي رده الفعل ديالك كيفاش غتكون انا اللي حس فيها انت عرفتها بنتيا ما عنديش شي حاجه في سميتو تاع الفريز ولكن هذاك النكهه ديال الفريز بحال الحامض بحال الكومبواز انك صح نخلط الحامض مع الفريز ناضي راح كي جاكم ويلي هذا حامض هادي ثاني حاجه ثالث حاجه عندوز هذوك السيجارات الصغيورين اللي سميتهم انا سيجارات ديال المغرب دوكو هادوك كي جاك الزهر كله زهر المهم هذاك عندهم غير العصير ديال الليمون وتما عندهم غير البسكوي المهم غادي تفطروا وغادي تمشيو تلعبوا واحد شويه في البيت ديال رانيا على ما نوجد لكم الغداء والغداء عاوتاني غتكون شي حاجه سبيسيال حاجه غادي تعجبكم بزاف 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 وغادي نكون انا اول مره غادي نجربها هاي المهم الغداء ديالي وصلت وقيتي ديال الغداء جات عندي اختهم المتوسطه اليوم نجوعت حل من 60 شنو هذه الاكله هذه اللي غادي ندير ليهم اللي هي هذه اندومي هاد النودلز وغادي نديرها لهم حاره وغادي نفلفلهم مزيان انا بدا كنضحك المهم هذه صراحه الله انا اول مره غادي نجرب هاد النودلز هذه انا من الاندومي ما كناكلهاش نهائيا هذه اول مره غادي نجربها المهم راه درت الماء كيغلي مزيان حيت هذه بحال الطريقه العاديه ديال الاندومي بدوعة غادي نمنو في الاندومي باغي كنعرفكش معاهم قال لك هنا كتسخني الماء ومن بعد كديري الاندومي عاد كديري لاصوص ديالها وعاد كديري الحار المهم هادشي اللي فهمنا حنايا المغاربه فهمتي والنتيجه هي هذه ايوا صافي دابا غادي نديرو درنا الماء كيغلي وغادي ندير هاد الاندومي المهم الغزالات ديالي وصلت وقيته ديال الغداء وطيبت ليهم النودلز الحاره ما عرفتش شحال الكميه ديال الحار درت ليهم وفيها الطحالب ديال البحر وفيها داك الزنجلان ديال المغاربه المهم راه المغاربه راه صبعهم تما دابا عندكم واحد التحدي انتوما بثلاثه شنو هو انكم غادي تعلموا كيفاش غتاكلوا بهذا وغادي نبداو من عندك انت هي الاولى الله اكبر جري هذيك حداك اجيب سخونه ولا هي راه سخونه ملي طيبتها على حاره في الثلج يلا شوفوا شوف خبر كيف نسيها يلا سيري عيني عندك قدو صح حال هكا بحال هكا كسير ها انت تعلمتي ايوا شي مطلع شوفي يلا قولي لنا كيفاش جاتك حار حار شي حار حار كنت عارفه تقولي حقاش ركزت هي حيت بقات كتبنن سيري نتيا المهم هاد الاولى هادي راه عرفت شفت دوك العويدات نشوفو هاد التانية هادي انا عارفه انت عارفه انا نشوف هذاك الشيء في يوتيوب وعارف كيف اي واخ شنو لا حد يدا كاينش صافي انا بغيت نعرف كيفاش جاتكم محراش محراش ما كنتصدق حتى شي حاجه غير الحر انت كتاكلي الحر بزاف هاكا راه درت لكم اصلا غير نص ديال الباكيه ماشي كلها عطي رانيا هاكا لا ديالها ايه شوفوا مشى
يلا بساعدكم ورعدكم. يلا حسب جوزة كما باكت لكم وين. المهم أنا معنا باباهم يونس. خالهم يونس. المفاجأة اللي قلت لكم البنات هي غادي نديكم تلعبوا. المهم قررت باش نديو واحد الجريدة غادي نلعبوا فيها واحد شوية غادي نردكم للدار. صافي سالات الحبيعة. سالا نسيتو بلي اليوم عندكم السوايع. شنو هو؟ الفكره ديال اليوم هي انا زعما ماماهم ولكن راه حمقوني اخويا البنات والبنات راه ما يمكنش نديكم تلعبوا وتضحك عليكم باللعب. شنو ندير اليوم؟ شنو مرجان؟ شنو مرجان؟ الا بغاو الطاكسي ديالنا مرجان نديكم مرجان. انا مرجان. طلبوا لي نديكم مرجان. علي مرجان علي مرجان الله يا علي مرجان علي مرجان. طاحت 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 شوف جاب الله طاحت على كرش هكذا. تبومبات تبومبات ماشي مشكل ماشي مشكل. سي خالي هادي تبع سير تبعها سير تبعها. المهم هما جاو كيلعبوا دابا الساعه الاولى. الله يلا سعداتكم. حنا باش كنا صغار كاع ما كان هادشي ياك يونس يونس. حنا باش كنا صغار كاع ما كان هادشي. يا الاخرى ما كتخافش تفعلانيه شويه ما تغوتيش رانيا ما تغوتيش. دابا قولي اش بغيتي دير ليهم؟ بغيتي تزعمها. المهم دابا جبناهم هنايا الكوكو نسميوها حلوة الكوكو. شكون غيدوركم؟ وشكون غيصور؟ وتي يتي حبزات حبزات خصني ندوقكم عاد ثاني. صغبوني صغبوني فلاس ديال درهم. شوفوا وراني يا مزيد بحظك تركبي. قالت لك علاش هما ركبوا بجوج ونبقى انايا بوحدي. رانيا لعب انا وياك لعب انا وياك. يلا نزلي نزلي باش شويه هاكك. يلا اش يلا لعبوا انتوا باش انا نمشي نلعب عادي. لعبي في الزليق شوفوا مشات الزليق. هي غنلعب انا وياك غنمشي نلعب انا وياك نمشي نلعب انا ورانيا في الميزان. باي 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 باي. يا خد نصحري رانيا خد نصحر. خليها لفوق معلقة مسخوطة الدعاء. خلنا زعما معلقة. ماما ما انا لابسني ما دابزوش ليا. هي ماما كتلعب كلشي ها طفلة صغيرة لطيفة. اطيح شوف هاديك انت قلشت تماك. واحد انت شوف وين حطات رجليها مسخوطة وجبدت. دابا طيح خلو يونس ما تهزاش ديري بعلك شخرجي. ماما شام انت ما مقلتي فوق. لايك وتفعلوا باش يبقى لنا. سلام عليكم.